دليل شيوعي محمد الجربه عملي مبيعات في عام في محل الشباعي منا بتعذيب وقتل وضرب عبد الله قايد الاغبري انا وعبد الله الشباعي محمد الحميدي ووليد العامري ومنيف المغلس تواجد عبد الله قايد الاغبري من الساعه 6 مساء الى وانا اتيت الى عندهم الساعه 8 مساء يعني غلقت المحل كلمت عبد الله الشباعي قلت الصياح الزباين بيجوا لعندي والصياح بيسمع قال غلق دخل المطر ودخلت المطر ودخلت لعندهم طلبت انا عشان اتعشى ودخلت جلست نزعت لي السلك ولهطه عذبته وتعذيب قوي. انا عبد الله حسين ناصر الشباعي صاحب محل تلفونات. فالقضية ان الاخ عبد الله قايد كان قد له 5 أيام و6 أيام احنا ضربناه ضرب اللي كانوا موجودين وليد العامري ومحمد حميدي ودليل الجربة ومنيف محمد عبد الله محمد الحميدي أعمل في محلات عبد الله حسين السباعي قمنا بضرب وقمنا بضرب وتعذيب الأخ عبد الله قاعد فقمنا يعني بضربه في المجلس قمنا بضربه من الساعة 6:30 مغرب إلى الساعة 9 مساء بضربه وتعذيبه أنا والمحاسب وصاحب المحل والعامل دليل وفي الأخير جاء الأخ منيف الذي كانوا مضربوا بأسلاك المحاسب وصاحب وعمي عبد الله السباعي ودليل ومنيف لكن الذي كان أخف واحد فيهم منيف كان دوري أنا في الضرب عدة ملاطيم وزبطه بعدها بعد ما أسعفناه إلى المستشفى عندما قالوا لنا أنه توفى أتوا إلى عندنا البحث وحجزونا في المستشفى لما جينا الطقومات حق المنطقة وأخذونا إلى المنطقة منيف قاعد عبد الله علي المغلس 25 سنة مهندس مدني بنشتغل عامل في شارع القصر بعد ما وصلت لقى اللي اعترفت بهم اللي هو بسرتنا بيضربوه وليد ودلي ويد قام يضرب بالسلك مكانه ذرع 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 قال لي ها شو اللي قسمك؟ حول موضوع قضية عبد الله الأكبري فقد تبلغنا من المستشفى عن وجود حالة عندهم فتم توجيه القسم المختص وقسم الصياح بالانتقال له هناك وانتقلنا معهم وتم ضبط 3 من الجناة بساعته وتبقى 2 تم متابعتهم وتم ضبطهم والتحقيق معهم وحالة القضية إلى النيابة وتم ضبط أداة الجريمة المستخدمة في تعذيب هذا المجني عليه عبد الله الأكبري وكانت قضية ناجحة ومتميزة وتم إرسالها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.